لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. تواصل الصحف الدولية والمحلية تغطية الذكرى العشرين لغزو العراق، ونبدأ من مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى، حيث يقول: لعل السؤال الذي يجب علينا طرحه ونحن نستذكر ما جرى منذ عام 2003 هو: ما معنى كل التضحيات التي قدمت لنجد أنفسنا في النهاية أمام ديكتاتوريات متخفية باسم الطائفية والمذهب، تمارس أبشع أنواع الترهيب والتخوين لكل من يختلف معها في الرأي؟ ما معنى أن يجد العراقي نفسه أمام وسائل ترهيب جديدة؟ يضيف الكاتب: بعد 20 عاماً يخرج علينا الحاكم المدني بول بريمر ليذكرنا بأن العراقيين يعيشون أزهى عصورهم، وأن الانتخابات التي تجري كل 4 أعوام نزيهة، ولم يخبرنا سيادته بأن العراقيين خرجوا يبحثون عن الحرية والإخاء والمساواة. بعد 20 عاماً يستيقظون على بلاد تحكمها ثقافة الجهل والفقر، ولا مكان فيها لأي شيء حقيقي، بل المكان والمكانة لكل مزيف أو لكل مزيف ومزور ومنافق وانتهازي. لم يخبرنا السيد بريمر في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط أنه كان يجهز المسرح لعصر حقيقي لمافيات السرقة والطائفية يقوده ساسة حولوا البلاد إلى مزرعة خاصة تذهب خيراتها إلى الأصحاب والأقارب. بعد 20 عاماً نتساءل: ما قيمة التغيير والحرية والديمقراطية إذا لم يشعر الناس بأنهم شركاء في هذا البلد وأن حقهم فيه كامل وغير منقوص؟ اليوم ندرك جميعاً أن مشكلتنا الحقيقية مع سياسي الحواسم الذين أثبتت التجربة في السنوات الماضية أنهم جاءوا لخدمة مصالحهم والكتل التي ينتمون إليها، فازدادوا ثراء فوق ثرائهم وتخمة فوق تخمتهم، وأشاعوا الأجواء بخطب ومناكفات شخصية ومشاحنات هدفها الاستحواذ على كل شيء. تحت عنوان المحتل لن يبني بلدا احتله، نقرأ مقالة للكاتبة سارة جميل نشرته صحيفة الميثاق الوطني. تقول الكاتبة: أمريكا استطاعت أن توظف اللصوص والعملاء في الحكومات المتعاقبة، وأصبح العراق تحت حكم الطائفيين، ومن كان ضدهم ستطبق عليه الأحكام العرفية، ممكن أن يقتله قناص أو تصيبه رصاصة من مجرم يركب دراجة نارية أو يجد نفسه سجينا بالمادة 4 إرهاب العراق. بعد عام 2003 أغلقت المصانع والمعامل وأهملت الزراعة وأصبح بلدا مستوردا فقط. 20 عاماً من الخراب، مرت السنوات العسيرة على العراقيين كأنها سحابة سوداء كتمت على أنفاسهم وأخذت أعمارهم ربيعاً تلو الربيع. سقطت القامات الكبيرة والخبرات التي لا تعوض، والعلماء الذين غرسوا أسماءهم بعد عناء السنين. لم تسقط أمريكا حكومة ديكتاتورية، بل أسقطت دولة بأكملها وحلت جيشاً وسرحت شعباً عن وطنيته. سلمت أمريكا العراق لمجموعة لصوص كانوا مشردين على أرصفة الدول التي أوتهم، ومنهم من كان عميلاً بامتياز تحت اسم المعارضة. جاءوا للعراق بحماية أمريكية موقعين على ورقة بيضاء من أجل الكرسي الذي تشبثوا به منذ 20 عاماً. زرع الاحتلاليون روح التفرقة والكراهية بين الشعب، وهذا هو طريقهم الوحيد لإحكام السيطرة على البلد. إيران تصنع حالياً سلاحاً مدمراً، لكنهم يتعاملون معها بشكل عادي، وأقصى عقوباتهم أن يوضع اسم أفرادها على لائحة الإرهاب. عقوبات شكلية فقط، لكنهم في المقابل دمروا العراق دماراً كاملاً تحت ذريعة وجود السلاح. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريراً سلطت من خلاله الضوء على الفشل الذريع للأمم المتحدة في شمال سوريا،
بعد الزلزال المدمر الذي حدث الشهر الماضي، وهو ما يفضى علاقاتها المتشابكة مع نظام دمشق، والتي تضمنت تعيين ابنة رئيس المخابرات السورية في مكتب وكالة إغاثة. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن بطء وصول المساعدة الدولية إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، وهو ما اعترفت به شخصيات بارزة في الأمم المتحدة، يؤكد كيف يستخدم نظام الرئيس بشار الأسد المساعدات الإنسانية لخدمة مصالحه. كما كشفت هذه الأحداث النقاب عن الطرق التي تجبر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على رئيس النظام السوري وشركائه. النظام يمتص ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير مناسب، في ظل تنامي شعبية الأسواق الموازية على نطاق أوسع. ويقول الخبراء إن الأموال التي تجمع بهذه الطريقة تستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ووفقاً لتقارير منفصلة صادرة عن ناتاشا هول الزميلة الأولى في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهيومان رايتس ووتش، يقيد نظام الأسد بشكل روتيني الوصول إلى المناطق المتضررة ويحول المساعدات إلى مجتمعاته، ناهيك عن مضايقته لمسار عمل موظفي المنظمات غير الحكومية. خلال 12 سنة من الصراع وزعت مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. في هذا السياق، وأشار عامل إغاثة سابق في دمشق إلى أن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كانت بمثابة سر مكشوف. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقرير الصحفي ديكلان والش، قال فيه إن التنافس بين روسيا والغرب في إفريقيا يتصاعد بسرعة، مدفوعا بالبنادق والذهب ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن أحدث بؤرة توتر هي تشاد، وهي دولة صحراوية مترامية الأطراف تقع على مفترق طرق القارة، وهي الآن هدف مهم للجهود الروسية المتزايدة. وحذرت الولايات المتحدة رئيس تشاد مؤخرا من أن مرتزقة روس يخططون لقتله هو وثلاثة من كبار مساعديه، وأن موسكو تدعم المتمردين التشاديين المحتشدين في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة. قرار الحكومة الأمريكية بمشاركة معلومات استخباراتية حساسة مع رئيس دولة إفريقية يكشف عن إحدى الطرق التي تتحرك بها إدارة بايدن بشكل أكثر حزماً في إفريقيا، وتستخدم تكتيكات جديدة لإحباط المكاسب الروسية في القارة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تكرر ما فعلته في أوكرانيا، حيث استخدمت معلومات سرية لفضح الخطط العسكرية الروسية واستباق ما تقول إنها خطط صينية لتزويد روسيا بأسلحة جديدة. واعتبر أن النهج الأمريكي الأكثر قوة في إفريقيا يهدف جزئياً إلى تعزيز الموقف المتدهور لفرنسا، التي فسحت المجال في السنوات الأخيرة لروسيا في المستعمرات السابقة مثل مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. الآن تتطلع روسيا إلى الإطاحة بالمزيد من قطع الدومينو الفرنسية في وسط وغرب إفريقيا، والولايات المتحدة ترد على ذلك. قالت صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها إن الجياع واليائسين هم الآن أكثر جوعاً وأكثر يأساً. في الشهر الماضي تم تخفيض الحصص الغذائية للروهينجا المسلمين الذين يعيشون في أكبر مخيم للاجئين في العالم كوكس بازار في بنغلاديش. معاناة الروهينجا بدأت منذ عقود وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. تعرضوا للتمييز والقمع والعمليات العسكرية والمذابح والتجريد من الجنسية، ما يقرب من 600 ألف ممن بقوا في ميانمار محصورون في المعسكرات ويتعرضون للعنف الحكومي ويحرمون من الخدمات الأساسية. كتب الصحفي في الجارديان كامل أحمد في كتابه الجديد لا أشعر بالسلام، الروهينغا يفرون عبر البحار والأنهار، لم يكن هناك سلام أينما ذهبوا، لقد هرب الروهينغا من القوات البورمية التي قتلتهم إلى نظرائهم البنغلاديشيين.
الذين قاموا بالتحكم في حياتهم بطريقة مختلفة ويسيطرون عليهم في منفاهم، ثم يزيدون الضغط عندما تقرر الحكومات أنهم بحاجة إلى العودة إلى ميانمار. ما يحتاجه الروهينغا في نهاية المطاف هو الجنسية في ميانمار للعودة بأمان عندما يرغبون في ذلك، ولكن إذا فشلوا في ذلك فإن إعادة التوطين ستسمح لهم بتأسيس حياة جديدة والازدهار بدلاً من العيش في حالة من انعدام الأمن الدائم. إنهم لا يحتاجون إلى الطعام الآن فحسب، بل يحتاجون إلى المستقبل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. قام مهندسون من بلدية اسطنبول بفحص شقق سكنية لمعرفة مدى صمودها أمام زلازل مستقبلية منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.18 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الماضي، والذي توفي فيه أكثر من 48,000 شخص في تركيا. وأيضا دمر الزلزال مناطق بأكملها. تلقت بلدية اسطنبول أكثر من 140,000 طلب من السكان الراغبين في اختبار مبانيهم. بدأ أول موسم لتفتح أزهار الكرز في العاصمة اليابانية طوكيو مراقبة تفتح الأزهار الجديدة لساكورا، تقليد ياباني يقوم على الاحتفال بحلول موسم الربيع من خلال تنظيم نزهات مع العائلة أو الأصدقاء. ساكورا هو الاسم الذي يطلق على إشجار الكرز الخاصة بالزينة في اليابان، وساكورا رمز معروف في جميع أنحاء اليابان بحسب موسوعة ويكيبيديا، وهو مصور في العديد من بضائع المستهلك كالكايمونو والقرطاسية والصحون، بالإضافة إلى لوحات في الفن الياباني والمانجا والأنمي. وأزهار الكرز تحمل في مضمونها كناية عن الطبيعة سريعة الزوال، وهي مصورة بكثرة وبتكرار في الفنون اليابانية. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
نلقاكم بإذن الله.